أنا با صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لحضور المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة في نسختها 47 والتي جمعت بين نادي دار تشليب والنادي الأهلي والمقامة على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بالرفاع، حيث توج سموه نادي دار تشليب بعد فوزه على النادي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وأشاد سموه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة والروح الرياضية والتنافسية التي تتمتع بها كلا الفريقين والتي تؤكد المستويات المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الكرة الطائرة البحرينية، لافتا إلى دور الاتحاد البحريني للكرة الطائرة في دعم هذه الرياضة والاهتمام بمختلف الجوانب الفنية والإدارية، منوها بجهود الاتحاد في إعداد وتنظيم هذه البطولة والتي أسهمت في نجاحها. كما هنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دار تشليب وجمهوره لفوزه بلقب كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة، متمنيا للنادي كل التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات، منوها بما لهذه الإنجازات من دور تسهم إلى جانب إنجازات الأندية البحرينية الأخرى بمواصلة تطوير اللعبة. وقام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة في ختام اللقاء بتسليم كأس البطولة لنادي دار تشليب وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول بالبطولة ووصيفه.